السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة. صحة الرياضيين باتت في خطر، حياة الرياضيين والرعاية الطبية باتت إجبارية على جميع مسؤولي الرياضة في مصر، والحديث هنا ليس عن كرة القدم فقط، ولكن كل الألعاب، لأن الأمر بات خطرًا ويحتاج وقفة. لقد توقفت القلوب مع سقوط أحمد رفعت لاعب فيوتشر، وربنا سبحانه وتعالى نجاه وعاد إلى الحياة بعد توقف قلبه وغيبوبة طويلة. ومنذ ساعات سقط حسين الشحات لاعب الأهلي في مشهد خلع القلوب، والحمد لله نقل إلى المستشفى وفي حالة جيدة بعد اشتباه في ارتجاج بالمخ. ورحل فجأة المعد البدني للزمالك محمد مدحت بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لماذا لا يكون هناك مشروع طبي كبير؟ ولماذا لا تكون ورش عمل وندوات ومحاضرات للتوعية الطبية للجميع، لاعبين ومدربين وأطباء الأندية والمنتخبات؟ خلال الأيام الماضية التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والمكونة من كل من الدكتور حازم خميس طبيب القلب رئيس المنظمة المصرية والوطنية للمنشطات النادو، والدكتور مجدي فؤاد، والدكتور محمد صبحي، والدكتور علي عبد المحسن، والدكتور أحمد عبد العزيز، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتحدثوا في مناقشات طويلة عن الآليات لتجنب الموت المفاجئ وأمراض القلب وجميع العوامل التي تمثل خطورة على صحة رياضي مصر وأبطالنا بالملاعب. وهذا كلام محترم، ويجب أن يكون هناك مؤتمر عام وحوار كبير تخرج منه توصيات وخطوات جادة للتنفيذ في الرياضة المصرية كلها. العالم ما زال يتذكر واقعة إيريكسن لاعب المنتخب الدنماركي الذي تعرض للإصابة بأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده في بطولة الأمم الأوروبية، وتم وقتها عمل إنعاش للقلب بعد توقفه وذهب إلى المستشفى وتم علاجه. لذلك فالأمر ليس صعبا من ناحية توفير كل الإمكانيات في كل الملاعب والمسابقات، ويجب توفير أطباء متخصصين في الملاعب مع إعداد الأجهزة الطبية في الأندية للتعامل مع الحالات الطارئة، لأن عامل الوقت مهم جدا، وكل ثانية تفرق كثيرا في إنقاذ حياة اللاعبين. واتحاد الكرة عليه التعامل يحسب في تواجد سيارات الإسعاف في المباريات بالأقسام الأدنى بالدرجتين الثانية والرابعة والناشئين، حيث إن هناك فوضى كبيرة في مباريات هذه المسابقات، وتكون بعض سيارات الإسعاف غير مجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة وتحتاج إلى مراجعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله.